مرحبا، كيف حالكم شباب؟ طبعا أنا حبيت أن أحكي عن نقطة. في واحد من المعلقين على الفيديوهات كتب إنه كيف أنا تعلمت إنجليزي، إنه how did I get this kind of fluency in speaking in English and reading English so well and translating things in English, from English to Arabic. Okay. كيف أنا عندي هالملكة اللغة الإنجليزية، بدي أقرا الإنجليزي بهالسلاسة وبهالطلاقة وبهالهذا. هلا بدك كنت أفهم شغلة، أنا من وأنا صغير طش الإنجليزي، أوكي؟ أنا عشان تستغرب، أوكي؟ بس أهلي من هنا صغار، حتى والدي بالأخص، هو كان عارف إنه من زمان، من هو صغير عارف إنه الإنجليزي هي كل شيء، هي الكل بالكل يعني، لأنه أنت عارف يعني الوضع السياسي دولياً كيف هو صار وكيف سيطرت أمريكا بالتسعينات كمان وهيك أشياء بالنسبة للكمبيوتر والمعلوماتية والقصص. بغض النظر إحنا مش عم نحكي عشان بس والله عشان تدرس كمبيوتر إنه لازم في ارتباط مع الإنجليزي، لا، أي إشي تقني لازم إنجليزي، هذا محسوم يعني. أوكي، أي شيء بتعلق بتقنع حتى ممكن مواضيع سياسية حتى، يعني إذا ما بتعرف إنجليزي أنت ضايع. أوكي، يمكن حتى اللي بدرس السياسة لازم يعرف كمان لغتين ثلاثة لقدام، يعني هذا لازم، لأنه هني بتعاطوا مع عدة شعوب وبدهم يحلوا يعني يفهموا الحالات السياسية بطريقة علمية. أوكي، هلا على كل مش هون القصة. كيف أنا تعلمت إنجليزي؟ أنا من أنا وطفل من الابتدائي تقريبا، إذا مش كانش بالروضة، أوكي، بالإنجليزي ده طول بنتعلم إنجليزي. نحن أنا درست بالكويت، هلا بالكويت المدرسة ما تطلع موضوع قصص، فكروا أنتوا بوضعك وهل أنت كنت ماشي وضع سليم بالتعلم. اوكي، نحن واحنا صغار كنا في، يعني دخلت انا بالكويت بمدرسه اسمها مدرسه دار الحنان بالسره بالكويت، طبعا انا مواليد الكويت، وشو اسمه، وكانت هاي المدرسه اتعلم من الابتدائي انجليزي، وكانت مدرسه خاصه. هلا بالمدارس الرسمية بالكويت ببلشوش كانوا زمان يبلشوا اللغة الإنجليزية إلا لما يكون صوت بالمتوسط، يعني أخذوا أكل على اللغة العربية 100%، عرفت كيف؟ يعني حتى لفظك للغة الإنجليزية حيكون صعب كمان، تمام؟ في بعض الألفاظ ما حتقدر تظبطها صح، حتضلك تلفظ كأنك عم تلفظ عربي، وهذا هو اللي لازم تبلش فيه الولد من هو صغير. إذا بدك تخليه يكتسب كذا لغة من هو صغير، خليه يتعود، أوكي؟ عشان بعد عقله بياخذ كيف يجي. وعندي كمان ابن اخوي نفس الشيء، عنده يعني هلا امه رومانيه وكمان رومانيه وكانت عايشه بايطاليا، هلا هو بياخذ على الروماني، وهي اخوي نحن عرب وكمان هن باستراليا كمان لازم يعرف انجليزي، يعني هلا عمره 4 سنين يعني الله يحفظه ف يبارك بعمره. المهم أنا ما بقولش لحدا الله يطول عمره لأنه هاي غلط أصلاً، علميا غلط، ربنا ما بيطول عن حدا، لا يأخر ساعة ولا يقدم ساعة، معروف يعني. فمن الآخر، فنحن من نحن وصغار كانوا يعلمونا شو اسمه، كنا نتعلم إنجليزي. هلا بلبنان صارت حرب الخليج، وإحنا علقنا بحرب الخليج، أوكي، صارت الحرب وإحنا عم نصيف، وابوي كان بعد عم يشتغل هناك، وصارت الحرب وضلينا هي بهالحاله لحق، وصار ابوي يروح يجي بين لبنان، هذا عشان بين لبنان والكويت مشان الشغل. اوكي، ونحن بلبنان بلشنا نتعلم. انا يعني صار عندي صدمه كثير قويه، كمان هذا الشيء كثير اثر علي. صرنا ممكن نفوت نتعلم فرنسي لانه المدرسه قريبه علينا، وبعدين تغيرت نزلنا على مناطق بتعلم اكثر باللغه الانجليزيه، مدارس أكثر فيها دعم للغة الإنجليزية. إحنا عندنا بلبنان لأنه في منهج، في طريقتين بالتعلم من بعد المتوسط، يعني من المتوسط وطلوع، يعني من أول سنة متوسط وطلوع بتصير تتعلم المواد العلمية، يعني كيمياء وفيزياء ورياضيات، كل هذا يا بالإنجليزي يا بالفرنسي. عشان في عندنا قسم بلبنان فرنسي قسم إنجليزي، في ناس تمتحن بالفرنسي في ناس تمتحن بالانجليزي المواد العلميه، وبدرسوا كمان لغه الثانيه كمان، يعني الانجليزي او الفرنسي، تمام. هلا انا يعني صار مثل الشوك هاي، وبعدين حسيت معه الصعوبه وحاسس شيء هذا بتذكره بعد نهايه، وحتى صرت ابكي من وراها.
كان هالشيء كمان أثر علي إنه كره كتير شغلات. بس على الرغم من هيك إنه أنا صار شو بدي أقول إنه ضلينا عم نتعلم إنجليزي بالمدرسة اللي كنت فيها. طبعا مدرسة الأنورة الفلسطينية كنا داخلين فيها طبعا ظروف مادية، بس كنا نتعلم بكتب كانت لكامبريدج بتذكر أو شيء أو لأوكسفورد ولا ناسي، كلها قصص صغيرة ومقالات صغيرة ونقرأ فيها. بس كنا ناخذ كلمات وحفظونا كلمات، اكثر شيء كان ركزوا عليه انه نحفظ كلمات، وانه هذا هو الغلط. يعني انت لازم تحفظ، لازم تعلم الولد كيف يحكي انجليزي. اوكي، ايش بدك في الكلمات؟ انا حافظ كثير كلمات بالانجليزي كثير ما بدك. اوكي، هلا حتى لما صرت بالثانوي، بالثانوي نحن صاروا يعلموا، لما فوت على مدرسه خاصه بالثانوي ما علاقه بالمدارس الفلسطينيه. اوكي، لا مدارس لبنانيه صرف عادي. اوكي، طبعا بالمنهج الثانوي بلبنان قبل ما يغيروه، لانه هلا حاليا عم بيغيروا بيعلموا منهج غير المنهج اللي تعلمت فيه انا. على وقتي كنا نتعلم ادب انجليزي من اول صف، شو ناخذ شو المقاله باللغه الانجليزيه، ناخذ شو اسمه شكسبير، والله ناخذ شكسبير، ناخذ سوناتاز. اوكي، يلا اذا بطول عن النت بقول لك شو اسمها السوناتاز اللي كنا ناخذهم يعني. تمام، وبعدين ناخذ كمان لقدام كمان شوية يعني كيف بدنا نقول، يعني ناخذ تحليل أدبي وهيك، مثل ما كنا ناخذ بالعربي يعني تحليل أدبي العادي. تمام، من شعر عادي وهيك، كل هذا كنا ناخذه. فا فانه يعني هناك كنا ندرس اوكي، وكتاب وتحليل بالانجليزي وكل شيء يعني شو. وحتى اساس احنا لما قربنا نفوت على الجامعه صار يعطونا بالمدرسه الخاصه تقويه بامتحان التوفل والتوفل، خاصه مشان انه الجامعات كانت تقبل حدا يعمل اسسمنت، يعمل تقدير للطالب باللغه الانجليزيه. اذا كان جاب العلامه المطلوبه بصير بده يعمل امتحان، يعني بصير بده يدرس من اول جديد يعني مواد تكثيف باللغة الإنجليزية. هلا أنا رديت كمان صابني هيك ورديت فوت بمواد تكثيف الإنجليزية. أوكي، بس هذا كمان فادني. تمام، يعني أنا بتعرف بتلاقي حالي إنه أنا بس مختص لغة إنجليزية أكثر من مختص كمبيوتر يعني صراحة هيك كل عمري يعني. وشو اسمه، حتى امبارح وقت ما كان ترامب عم بيحكي بالنسبة ل يعلن صفة القرن، ما حبيت اسمع المترجمين، دغري قلبت على قناة سي ان ان وقعدت اسمع منهم مباشرة. اوكي، احلى شيء اهلي بعرفش اذا سمعوا غلط الرقم تبع عدد الصفحات في قلب شو اسمه في قلب الصفقة، ويعني ملف الصفقة كيف هو مدروس معمول كله. طبعا بلو يشربوا ميته لانه اصلا ما حداش قبلان يعني، حتى الغير الفلسطينية من الكبار دول الكبرى مش قبلانيته. فمن الاخر طلع انه هن 70 رقم، انا بقول الرقم الصح يعني شو. طلع بالاخر حتى الرقم اللي انا فكرته الصح وسمعته الصح طلع لا، بعد ما طبع الصفحه طلع اكثر يعني، طلع شي 180 صفحه مش 80 صفحه. اوكي، كانه كان ترامب فهمان شيء ثاني كمان شو. ف المهم، فانه يعني انا هيك تعلمت انجليزي، بس الحكي ما مسكته صح غير لما سافرت على استراليا. بس سافرت وقعدت بين الاستراليه صرت افهم احكي انجليزي صح، وصرت اعرف كيف احكي الكلمه بمحلها. تمام، شو بدي اقول يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم. فأول ما دخلت على سيدني كنت طلعت وهذا، وبعدين هناك بسيدني في أبو عرب قد ما بدك. أوكي، عراي في بعض ناس بقولوا لك خاصة اللي بتزوج وبياخذوا إقامة على الزواج بأستراليا ما مش بحاجة تعلم إنجليزي لأنه مش مطلوب منه. تمام، بس اللي فايتين على أساس الدراسة وهذا مطلوب منه يعمل امتحان إنجليزي. هلا أنا بالآخر ما قدرت أعدي، أنا صار وضع اقتصادي كثير صعب يعني ما كنت أقدر أفكر منيح شو. فبس بالاخر بالنهايه انه لسان الانجليزي صار يعني مثل ما تسمعه.
اوكي المحادثه بالانجليزي كان جايب 7 على 9 بالايلتس، كان معدل الامتحان الثاني مش كثير بس بالمحادثه جايب نار يعني لحد هلا هيك. اوكي هلا بالنسبه لل بسيدني كنت انا قاعد شو اسمه يعني اتذكر كان في واحد من الهنود السيخ قاعد نتحدث معه وصير هذا ضلني شوي افكر شو بدي احكي. الشرط انه بتتعلم انجليزي وبدك تتعلم تحكي انجليزي شو بدك تسيبك من بقى الاقسام من قراءه وكتابه وشو اسمه قراءه وكتابه لانه الحكي سمع وكتاب سمع وحكي مع بعض عرفت كيف؟ انه ما تفكرش في القواعد النحويه. إذا بلشت تفكر القواعد النحوية خلي الناس يتصلح لك بتقدر بعدين بدك توصل سنة لحاله تلقاها. اوكي لأنه أنت مش هدفك القواعد، أنت هدفك تحكي مع الواحد توصل له معلومة بأي طريقة تكون تمام. هلا كمان اللفظ جدا مهم، يعني أنت مثلا تقول له والله واحد جراف وأنت قصدك جراف. اوكي جراف أو جراف معناها الزرافة، بس أنت تقول له جراف وبتكون تنتبه هاي قصة التقاء الساكنين باللغة العربية ممنوع، بس بالفرق بالإنجليزي والفرنسي كله مسموح. أوكي وبعدين إحنا بالعربي في عنا همزة وصل، يعني ما بعرف ليش بتحكوش همزة الوصل، هن كل الأحرف تبعتهم بتبلش بهمزة وصل بأغلبها. أوكي فخلاص قول جراف استراتيجي مش استراتيجي. البعض إخوان العراقية استراتيجي شو استراتيجي في استراتيجي استراتيجي ها شو الكلمتين عارف شو بس يعني اسمها استراتيجي. حتى بالعربي بيقول استراتيجية عادي. فالكلام انه التكسير فيه هذا بدنا نخلص منه. اوكي الحكي بدك يعني نصيحة تروح تشوف يعني تتحشر بالناس على الانترنت. اوكي تسمع الفيديو اللي عم تحضر الافلام بدون ما تطلع كتير على الترجمة الا اذا مثلا مرة شيء. يعني انا لحد هلا اوكي يعني استمتع بالترجمه انه بس عشان انا بحب اترجم صوت الكتب وهيك، بس كمان بنفس الوقت بلاحظ انه في ترجمات مش مزبوطه بالافلام. اوكي يعني في كلام بيفرق كتير في المعنى كتير قد ما بدك. اوكي بيحكي عن اشياء لها تلميحات جنسيه وهو بيجي بيحكي لك بموضوع تاني انه ترجم. اوكي مفكره انه هو عم بي كيف هو عم بيلطف الموضوع او بدوش يدخل حاله باموره، والموضوع هو اصلا جنسي بحد ذاته يعني عرفت شو. اوكي كمان بس سافرت على كانز متابعة للحكي، بس طلعت على شمال اقصى شمال استراليا الشرقي. اوكي مدينه اسمها كانز هناك فيش ابو عرب غير بنعدوا على الاصابع وانا بعرفهم عرفت كيف، يعني نسبيا بعض منا صار اصحابي بنعرفوا على الاصابع واحنا هناك بتحس حالنا انه من كثر ما قلتنا نحن والله بنعرف على الاصابع تعدوش 20 شخص. اوكي كان وقتها هناك منطقه كلها شو اسمه ايرلنديه واسكتلنديه وانجليز يعني بريطانيه على الاخر، يعني حتى هناك في منطقه ضيعه او بلده صارت شمال كانز شوي اسمها كوك تاون. عرفت شو كوك تاون؟ كوك هو جيمس كوك شو هي المطرحة اللي نزل فيها جيمس كوك أول ما دخل أستراليا عرفت كيف. أستراليا أصلا معروفة من أيام الهولنديين زمان لو كانوا يحتلوا ويصيروا يستعمروا المحيط الهندي. أوكي هن الهولندية والبرتغالية لما كانوا يحتلوا يستعمروا هذيك المطارح، بس الهولندي كانوا ماخدين المطارح تبعيت الشرق وبيعمل على أستراليا كانت معروفة أولها من طرفها عن شو. بس من جيمس كوك اللي عمله أنه عرف كيف يدخل على أستراليا من جهة الشرقية لأنه في حيد مجاني صعب، وأنا بكانز شايفين بروح على كانز بشوف كيف الصخر بقلب البحر. أوكي هذا الصخر اللي بقلب البحر هذا حيد مرجاني، هاي مرجان مليان كتير هناك. أوكي فايه هناك صرت اعمل صرت حشر. كنت اشتغلت مره بقالي شي سنه ونص بشتغل ليل لا 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 بروح انا يجي شو عامل بلديه وهي الناس هناك لما اضطر تحكي انجليزي كان مالكش غير صاحب العمل وزميلك. كان في زميلي باشر بمصري الله يوفقه اسمه عباد، هذاك كمان كان متجنس بس انه كان يدرس محاماه بس كان يشتغل كمان كثير طلاب كان اسمه حماه يعني. اوكي ف يعني
شو بدي اقول ايه فانه كنا نصير نحكي مع اليابانيه مع الصينيين مع الانجليز هناك لان اكتريتهم هناك اوكي فخلص لسانك ماخذ عرفت شو فكاش يعني ف you know something like it's a custom okay it's something that's normal for you every day okay so that's why that I, it's so easy for you to speak in English okay عشان هيك صرت شغلة عادية كتير عليك انك تحكي بالانجليزي و يعني خلص انت كل يوم تحكي بالمصاري بالاكل بالشغل بالهذا خلص حياة عامة سيبك حتى كنت احكي مع بعض الناس بالسياسة لانه كان وقت انتخابات يعني شو داخل كوينزلاند واللي هي كانز احدى مدن الولاية هاي اوكي وكان في قلب كتير قوية يعني شو وكان وقتها كمان شو اسمه يعني كل هذا بيساعد انك تنخرط باستراليا يعني عرفت شو يعني مثلا كان شو كان رئيس حزب العمال او يعني واحد مسؤول بحزب العمال باستراليا بكوينزلاند شو اسمه ترك الولايه لا ترك هو كان حاكم الولايه ترك الولايه لا ست اسمها أنا بلاي وهي كانت النائبة تبعيته أوكي وصار في مشاكل صار في هيك خلطات ومشاكل عرفت شو أوكي وحساسيات شوي أوكي وأنا مرات بوقت يعني وكان إلي زميل أسترالي ساكن معي كمان يعني كان لازم ينتخبوا وبعدين كمان نسمع الأخبار إنه إذا ما بتروح بتنتخب أوكي حتى لو حطيت ورقة بيضة شوف لحد وين يعني هني الانتخابات الديمقراطية أوكي إذا أنت ما بتروح بتنتخب اوكي بصير تدفع غرامه يا اخي $500 استرالي مش مزحه يعني اوكي يعني قد حق اجره بيت بشهر اوكي وبتكون عمرك تستاك 18 كمان بعدك شو انك بعدك خريج بعدك ما فقستش من البيضه اوكي وين دفعوك اياها عرفت كيف الاد بيعمل بالعالم هناك المهم فا ايه فهيك تعلمنا انجليزي اوكي يوميا تحشر بالعالم ونحكي انجليزي غصب عن الناس اوكي حتى الاتراك نشوفه هناك حتى هذا بدك تحكي مع العالم ما في بدك لازم انجليزي اوكي اكلك شربك حياتك كل لبسك كل شيء اوكي بالانجليزي اكيد فاصل كل شيء بالمصاري كمان اوكي فهيك واحد بصير بده يفوت باللغه الانجليزيه اوكي فانت بدك تسال نفسك قديش اهلك مهتمين فيك بالاخر تمام قديش اهلك مهتمين فيك هذا لو الاهتمام اهلي الحمد لله ما كنت انا بصير هيك تمام فانا مش قصدي من السؤال الفتنه اوكي ومش تيجي تعمل مني مثل تمام بس انت بدك تشوف حالك اذا قديش اهلك مهتمين فيك وبعدين كمان انا ما راح انسى انه في بعض ناس اكيد مثل بالجزائر هن بيتعلموا باللغه الفرنسيه اساسا ما عندهم لغه اجنبيه ثانيه يمكن الا اذا عندهم مؤخرا دخلوها اللغه الانجليزيه تكون لغه اخرى اوكي بس القصد الدول اللي هي عندها اهاليها ما مهتمين فيها هن المفروض بالدرجه الاولى يعني انه اللغه الانجليزيه هي اللغة الثانية الأولى عنده في البلد، أوكي؟ مثل بالخليج، مثل ب مثل عندنا شوي بلبنان، سوريا شوي، أوكي هيك، فا مثل بالعراق، بس فيش اهتمام، أكيد بدك أنت بدك تعرف إنجليزي مزبوط، عرفت شو؟ فهذا هو اللي مساعدني إنه مثلاً أنا قويت بالكمبيوتر بس أنا بعرف إنجليزي أكثر منك ما فيش، يعني حتى أي حل بدي إياه ولا شيء تك 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 بس على جوجل وبجيبه، أوكي؟ لأنه شاطر بالإنجليزي بس مش أكثر. شو مع انه في شغلات انا ما بعرفهاش يعني هي مفروض تكون انا بعرفها كاي تي شو الاصل لا بس بحث على جوجل وبيبا شو في كتير شغلات على ويندوز 10 انا لانه اصدار جديد من ويندوز فشوي شوي بتعود عليها من ورا الاسئله بتجي كيف بعمل عليها بحث بجيب اوكي فالكلمات وشطارتي بالكلمات هو هذا اللي بيساعدني بقويته بالكمبيوتر مع لانه بعرف انجليزي منيح طيب ليش طول عليكم شباب ان شاء الله تكون هالفقره هاي يعني حبيتوها اوكي استمتعتوا فيها وتعلمتوا منها شيء اوكي وبشوفكم بعدين ان شاء الله للي بيتابعنا السبت الساعه 8:30 بيروت اوكي سلام